السلام عليكم ايها الخزعبليون ايتها الخزعبليات، واش باقي ما بغيتوش تساليو؟ نهار كامل نتوما وليتو كثر من الجزيره. وحده اتفقت لينا الصباح حقه ما حقه، حلمت واحد الحلمه. جا عندي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي سيري هزي المصحف وحلي غتلقى فيه واحد الزغبه، وديك الزغبه ديرها في الماء حتى الناس يشربوها غيبره من كورونا. انت مريضه بعدا باش تداوي من كورونا؟ وحتى والعالم كامل هو مضارب كيقلب على الدواء. ناض هو قال لك سيدي الدواء شبه هو بوحدو ومصوبها من شحال هادي وحاطه بنوسين انت. وحتى هو ما عتمال واش مخاصم مع مرته ولا ما عتش طاري ليه. قال لك سيدي الا بغيتو تطلعوا المناعه ديالكم ديروا لعبوا عروسه وعريسه، اللعب اللي ما بغيناش. وشي علماء خرجوا ما عرفت فين كانوا. دابا امريكان داروا هذا القالب للشين ولا داخله لالمان في الطريق وجايه مع الطاليان باش الاقتصاد ديال اليونان يطيح وفرنسا يطلع مريقله في هذا الفيلم كامل. والبطوله ديال تشامبيونز ليغ دار ريال مدريد، هذا الشيء هو اللي كاين. اش غنقول لكم؟ واش ما عييتوش؟ واش ما عييتوش؟ واش فراسكم هادشي اللي كتحطوا لنا صباح وعشيه كيعاقب عليه القانون؟ واش فراسكم ان اكثر من 40 واحد دابا في السجن على قبل بحال هاد الاخبار الزائفه؟ واش في اخباركم انكم بهاد الاخبار اللي كتروجوا ليها فكتخليوا بنادم عايش في الرعب وكيولي عايط لفت في جنابه وخايف من اي حاجه؟ واش فراسكم ان هادشي كيضحكوا علينا بين الدول الاخرى؟ داكشي علاش اخي الخزعبلي اختي الخزعبليله احسن حاجه غديروا معنا في هاد الوقت هي اللقوة تيسالي هادشي. خوتي خواتاتي الزوينين، جبت لكم اليوم أربعة المصادر موثوقة، أي خبر عنده علاقة مع الوضع اللي كنعيشو دابا غادي تلقاو فيه. جوج الأولين هي منظمة الصحة العالمية، الثانية هي وزارة الصحة ديال المغرب، كاع الأخبار كاينين فيها. وإلا كنتي من رواد الفضاء البنفسجي عندي لك جوج ديال الصفحات. الأولى هي شفاء، فيها مجموعة ديال الأطباء، ماشي العراقات والعطارة والشوافات، لا، أطباء داروا هاد الصفحة كيحطوا فيها منشورات يوميا على الوباء. والرابعة وهي الأخيرة هي الصفحة ديال تحقق، أي خبر سمعتيه من هنا ولا من هنا دخل لهاد الصفحة غتلقى فيها هاد الخبر وصحيح ولا ماشي صحيح. وخوي راسك من كاع الأخبار اللي كتجيك من هنا ومن هنا، راه عيب نكونوا في 2020 وباقي كنروجوا لهاد الأخبار الزائفة اللي ما عندها معنى وما عندها شي قيمة. وهاد الشيء كامل على حاجة وحدة باش تبقى في الدار. السلام عليكم. Thank you.